Guten Morgen, wie geht es euch? Assana Tania, Amir, Agori, Habaibi. Heute erklären wir neue Präpositionen über ohne und mit. Alle zwei Präpositionen, two prepositions, ohne und mit. Die two prepositions, die Assana Tania, haben nicht eine Sache خالص, weil sie Regeln معينة, إلا علينا, لأن أنتم ما عندكمش استخدامات. السنة جاية إن شاء الله نشوف الاستخدام بتاعها مع بعض. أونا وميت بالفهم بس، يعني مجرد إن إحنا هنفهم was bedeutet das أو what the meaning الجملة بتقول إيه أو السؤال بيقول إيه وهنحط يا إما أونا يا إما ميت. تعالوا نشوف كده نوم أينس بيقول لي ماما ترينك دين كافي إما أونا ملش، يعني she drinks coffee always without milk because she ايوه زي ما كاين الناس مش بتحب الايه اللبن. اوكي يعني بتشرب دايما القهوه من غير لبن. Was ist eine Spezi? Was ist eine Spezi? Das ist Cola mit Limonade. Spezi ده سنة تانية عبارة عن زي كده حاجة ساقعة كوكا أو بيبسي أو أيا كان محطوط عليها ليمون محطوط عليها أورنج وهكذا. Ich liebe Musik, I love music. Ohne Musik kann ich nicht leben. Without music, I can't live. تمام كده سنة تانية؟ تمام يا فراو. تمام طب تعالوا بقى نشوف. أجنس أونا ودا ميت. هنحط أونا أو ميت. ماما ترينك دين كافي. إيما بلا 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 زي ما كاين ملش يعني مش بتحب اللبن تبقى اونا ولا ميت؟ اونا بالظبط كده. نمرة 2 فاس است اني شبيتسي ايه اني شبيتسي ده يا ولاد؟ است كولا ميت ما ليموناد تمام. نمرة 3 ايش ليبي موزيك موزيك كان ايش ليش ليبن اي كانت ليف يبقى وداوت يبقى اونا زي جود. Was kann man essen? Leder im Mar, in hoher Jäckle. Ich suche ein Wort. I make a search with the word. Bla bla bla, zwei Buchstaben. بحرفين بس. Two letters. ولقيتها ein. أيوة أنا قلت B with. صح؟ يبقى mit. تمام. Möchtest du nicht frühstücken? وأنت مش عايز تفطر؟ Du kannst nicht. Ohne oder mit Frühstück in die Schule gehen. Du kannst nicht ohne Frühstück in die Schule gehen. مش هتقدر ان انت تروح للسكول بتاعتك. جميل جدا. تمام. تعالوا يا سنة تانية نشوف هناخد ايه تاني. بصوا يا سنة تانية. عندي حاجة او درس اسمه اوردينار تسالن. الأوردينال تسالن دي سنة تانية يعني الأعداد الترتيبية. يعني إيه أعداد ترتيبية يا فراو؟ عادي زي في الإنجليش first, second, third, fourth وهكذا. طب في العربي الأول الثاني الثالث وهكذا. طب هو يعني الجيرمان يعني هو اللي ملوش حظ؟ لا تمام. تعالوا معايا نشوف يعني إيه أوردينال تسالن وإزاي بنحطها او ازاي نشوف القاعده يعني ونحطها في السؤال. هبتدي بالباي شبين هرجع تاني للبيتز اللي انا لسه شايلاها بس هبتدي بالباي شبين. بيقول لي هنا في البناكم اللي انتم شايفين الريمارك او الملحوظه بيقول لي عدد من 1 ل 19 from 1 بس 19 في عشغال بنتي ايه ام اند فون دي اردنال اتسالن. ايه في اول كلام اللي انت جاتباه ده انت هتقرفينا ليه؟ بص يا سنه تانيه العدد من 1 ل 19 بحط اخر العدد الترتيبي تي ايه بحط اخر العدد الترتيبي ايه سنه تانيه تي ايه. تعالوا نشوف ازاي مع بعض عشان نقدر نفهم كويس. بصوا هنا سنه تانيه انا دلوقتي عايزه اعرف منكم نمبر 2 اوف جيرمان او اوف دويتش اسمها ايه؟ او خلينا نمبر 3 لا خلينا نمبر 4 عشان خاطر الفراغ. اوكي نمبر 4 اوف جيرمان او اوف دويتش اسمها ايه؟ فيا. جميل جدا ثواني ان انا اظبط
الفونت بتاعنا فور اللي هي فيا، صح يا سنة تانية؟ تمام يا فغار. طب مش فيا دي، فيا دي من اينس، from اينس تو 19، من 1 لـ 19؟ هتقولي لي اه. راح انا اعمل لكم ايه، هنغير اللون كده وبقول لكم لو الرقم من 1 لـ 19 بحط اخر العدد الترتيبي تي كي اي، بحط اخر العدد الترتيبي ايه تي اي، عشان هتبقى في الاخر يا اولاد ايه فيغت، تبقى في الاخر ايه فيغت، تمام وهكذا بقى. طيب عايز اقول مثلا يعني ثواني احطها في براكت، اوكي عايز اقول مثلا وليكن مثلا 5 يعني ايه؟ يعني 5، صح؟ تمام ادي 5 اهي. طيب هي مش 5 دي من 1 لـ 19، فبحط اخر العدد الترتيبي ايه يا سنة تانية؟ زي جوت، فهتبقى ايه 5 تاني، وهكذا يا سنة تانية. فهمنا 5 تاني، جميل جدا. طيب نكمل يا سنة، ماشي وهكذا يا سنة تانية، خلاص. طيب هنرجع بقى للي احنا كنا بنقوله، فبيقول لي هنا من 1 لـ 19 from eins bis او 2 19، von eins bis 19 wir schreiben te am Ende von Ordinalzahlen، هنحط اخر العدد الترتيبي te. طيب وبعد كده الرجل الثانية بيقول لي من 20 يعني سنة تانية بيس، دي العلامة دي اللي هي عندكم اسمها ما لا نهاية اعتقد، بس او في بعض بقى مش عارفة اسمها ايه، اللي هي ما لا نهاية يعني اي عدد كان بيشغيب اس تي اي ام اند فوندين اخدين على تسالن. طب تعالوا نشوف ازاي. انا دلوقتي هاجي كده وهعمل كده، وليكن 20 يا سنة تانية، 20 او جيرمان او او دويتش اسمها ايه؟ اسمها تفانسش، زي جوت، تمام كده. يبقى ادي تفانسش معايا كده سنة تانية، ادي تفانسش. طب مش تفانسش دي من 20 او من تفانسش لما لا نهاية؟ تمام، يبقى انا هاجي اعمل ايه؟ انا هعمل كده يا فغاو، ادي تفانسش زي ما هي كده، تمام، وبحط لها اخر الايه اخر حاجه ايه اس تي اي. فبقت اسمها ايه بقى يا سنه ثانيه؟ بقت اسمها سيفانسيجست، نوخ ايمال سيفانسيجست. فانا عندي حاجتين في هابن تفاي ريجل، اول حاجه بيقول لي فروم 1 تو 19، بحط بيش غايبن ايه بيش غايبن تي اي ام اند فوندين اردنال تساين، بنحط تي اي اخر العدد الترتيبي، ومن 20 لما لا نهايه ايا كان ايه هو النمبر بنحط اس تي اي زي ما انا وريتها لكم، تمام كده. ثم فايشبيل بيقول لي ديفيد 19 وبعد كده دوت يولي، فاسمها ايه 19 يولي او ام 19 يولي. فانا عايز اقول ان ديفيد عنده بيرثدي في اليوم ده او في التاريخ ده، يا ترى هقولها ازاي سنة تانية؟ ديفيد هجيبرت ستاج ام، ايه ام دي؟ هنعرفها دلوقتي حالا، ده بريبوزيشن، غابوزيتيون معناه في، تمام كده؟ مش احنا كنا واخدين قبل كده او كنتوا واخدين قبل كده ان احنا عندنا ام وام وام؟ ايه اللي هي بتيجي احنا لسه واخدينها في السيشن اللي فاتت مع المناطق والياغس اتسايتل المانثز والسيزونز، وان بقى هي سنه ثانيه من ضمن استخداماتها ان هي بتيجي مع التواريخ زي ما هو موجود قدامنا كده. فبيقول لي ديفيد هات جيبورت ستاك اما 19، صح كده؟ طب ايه الان دي؟ هنعرفها دلوقتي. يولي مينا هات جيبورت ستاك ام زيبت أوجوست. طب ايه الان دي؟ هنعرفها دلوقتي، تعالوا نعرفها بقى مع بعض. بيقول لي الغيجل بتاعتنا سنة تانية، لو في عندي عدد ترتيبي في السنتنز بتاعتي بحط قبليه البريبوزيشن ام اللي هو معناه فين،
وبعديه الاردينال سن وفي الاخر ان. انا مش فاهم يا فغاو او انا مش فاهمه يا فغاو، تعالوا نفهم مع بعض. وليكن وليكن انا عندي دلوقتي حاجه بتقول لي وليكن وليكن ادي فيا ماشي، جه قبل فيه يا ولاد ام بيقول لي لو انا عندي ام جت في السنتنس بتاعت العدد الترتيبي بحط عادي التي اي وبحط في الاخر ان. يعني ايه بقى؟ يعني انا هحط العدد الترتيبي زي ما هو لو من 1 ل 19 من 20 ل 80 هي على الرجل بتاعتهم سواء تي اي او اس تي اي، خلاص كده. طب وبعدين بيقول لي لو لقينا البروبوزيشن ام ده يا سنه ثانيه بحط في الاخر ان في اخر العدد الترتيبي. فهمنا كده يا سنه ثانيه؟ فاهمين وفاهمين؟ طب تمام، تعالوا بقى عندي سيبوكوا بس من اول واحده ليا فغاو، لان انا عندي زي ما بقول لكم هنا ان من 1 ل 19 بحط اخر العدد الترتيبي تي اي، ومن 20 لاي كان النمبر بحط اس تي اي. لكن في اعداد او نمبر بتتقال زي ما هي كده، يعني 1 سنه ثانيه ما بتبقاش هي معناها اينس صح؟ ما اقولش اينست، لا اقول اغست. اقول ايه؟ اقول اغست. استنوا نكبر لكم، اطلع فوق شويه واعمل لكم فوكس تمام عشان تقدروا تشوفوا معايا كويس. تمام يا سنه ثانيه هحطها في قلب براكت عشان ما نتلخبطش. اوكي باي تايم هتبقى اغسطس تمام. طب بس كده؟ لا في حاجتين تانيين عندي. حاجه اسمها هي 3 يعني كام؟ نمبر 3 يعني كام يا اولاد؟ في عدد الترتيبي او عادي نمبر 3 اسمها ايه؟ اسمها دغاي. لا هي في العدد الترتيبي بقى مش هتبقى دغايت، لا هتبقى بالمنظر اللي انتوا شفتوه ده. اسمها ايه يا فغار؟ دغيت. اسمها ايه يا سنه ثانيه؟ دغيت. تمام. طب ايه تاني يا فغاو؟ هي زيبن يا سنة تانية. هي زيبن معناها ايه؟ يز معناها زي 7. اوكي طيب مش هتبقى زيبنت، لا امال هتبقى اسمها ايه يا فغاو؟ تبقى اسمها زيبت. اسمها ايه سنة تانية؟ زيبت. طب ليه كده يا فسان يا فغاو؟ ليه هما ما خدوش عادي الرجل بتاعتنا او سوري الرجل المعروفة اللي هي تي اي على طول؟ لكل حاجة في أي لغة يا سنة تانية بيبقى ليها حاجة خارجة عن الريجل بتاعتها، فهمنا؟ خارجة عن القاعدة بتاعتها. فأينس ما بقاش اسمها أينست، بقى اسمها أغست. ودغاي ما بقاش اسمها دغايت، اسمها دغيت. وزيبن اسمها زيبت، وهكذا يا سنة تانية. فاهمين؟ نقول فاهمين. طيب تعالوا بقى رياليزم كده دي أوردينالة سان مثلنا اهي، يلا ننزل شويه. وبسال طبعا عن اي وقت في فن، اي تمبوغال بسال عليه بفن، اي تمبوغال بغريزيتسيون، اي حروف جاريه زمنيه تبع الزمن تبع التايم بسال عليها فن. اغست اغست تفايت تفايت دغيت دغيت فيغت فيغت فنفت فنفت زكست زكست زيبت زيبت اخت اخت نوينت نوينت سنت سنت الفت الفت تفلفت تفلفت دغايت سنت فيرت سنت فنفت سنت زشت سنت. هي سنة تانية ما بعملش أي حاجة. زيبت سنت اخت سنت نوينت سنت تفانسجيست، اديني حطيت ايه بقى الرجل الثانيه اللي هي اس تي اي اين اوند تفانسجيست مثلا، يبقى 22 مثلا 22 تفاي اوند تفانسجيست 23 دغاي اوند تفانسجيست اون ذا فايت. طب 29 9 اوند تفانسجيست. طب 30 دغاي تسجيست تاني دغاي تسجيست اين اوند غايت سجست، وهكذا يا سنه ثانيه. فهمنا الاردينال سالن؟ الاردينال سالن الغيجل بتاعتها في تو غرنسن بس، من فون اينس بيس 19 فروم 1 تو 19
بحط اخر العدد الترتيبي التائي. طب من 20 لحد ما لا نهايه بحط اخر العدد الترتيبي اس تي اي، ولو سبقهم البريبوزيشن ام بحط ان في الاخر يا سنه ثانيه. وبسال عن كل الكلام ده بكويتشن بيرد او بالفيف غاب فان اللي هي معناها وين. فهمنا كده سنه ثانيه؟ اوكي. طب دلوقتي ان احنا هنعمل ايه؟ هنتنقل على الاكسرسايز او الايبونج عندي. ايوه بس كده، ده اللي احنا حليناه من شويه. يلا كده سنه ثانيه بيقول لي داتوم ام اوردينالي تايم ان ابن مافيا في احد اند فان جيبوتستاك نينا 7 اوغست. يبقى نينا هات جيبوتستاك ام 7 اوغست. طيب نمبر 2 ديفيد 19 او 19 يوليو، هتبقى ها ديفيد هات جيبوت ستاك اب زي زي جوت. اوكي 19 يولي، تمام يا سنه ثانيه زي جوت. حطيت طبعا عشان اب حطيت في الاخر ان. نمرة واحده ثانيه والباقي هيبقى هاوس اوف جارد عشان تمرنوا نفسكم على جاست اوردنانت سالم مش اكتر. صوفيا 8 نوفمبر، دي 8 نوفمبر. طب يبقى انه صوفيا هات جيبوت ستاك اب 8 نوفمبر زي 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 جود. فهمنا سنة تانية؟ فهمنا. جميل جدا جدا جدا. وده هيكون الباقي هيكون هاوس اوف جاب ليكو. وبكده احنا نكون نكون عملنا ايبونج على الاونا وميت وخدناها بالتفصيل وخدنا الاوردينالت سالن وحلينا كمان عليها. والباقي طبعا هيبقى هاوس اوف جاب ليكم. هشوف المره الجايه ان شاء الله وهعمل بيدهول عليه. وكده سنه ثانيه السيشن بتاعتنا خلصت. ان شاء الله اشوفكم او نتقابل السيشن اللي جايه باذن الله. سي نيكست تايم ان شاء الله يا سنه ثانيه. يلا تشوفي يا حبايبي.